يا مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يعني حبينا نطلع معاكم دلوقتي الساعة 10 عشان يكون كل الناس كده ايه اكلت وصلت واتفرجت على المسلسلات، ويبقى عندكم شوية وقت كده تسمعونا فيه، لأن النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا، يعني يهم ناس كتيرة، خصوصا الناس اللي مهتمة بصحتها واللي مهتمة ان هي تروح الجيم وانها مهتمة ان هي تروح دايما تتمرن سواء قبل الفطار او بعد الفطار. وعشان كده النهاردة، وخصوصا انه فكرة انك تحافظ على التمارين في رمضان هي مش حاجة سهلة، انك تحافظ على اكلك، ازاي تنظم النظام الغذائي او تنظم اكلك في الفترة ما بين الفطار والسحور، امتى تروح التمارين او امتى تروح الجيم، هي مش حاجة سهلة. وازاي تحافظ على الكتلة العضلية اللي انت ممكن تكون تعبت فيها الفترة اللي فاتت او اللي قبل رمضان، هي اكيد مش حاجة سهلة. فعشان كده احنا قلنا النهاردة يكون معانا واحد يمكن من اشطر المدربين او مدربي اللياقة في مصر، كابتن كريم عبيد، اللي هيشرفنا خلال ثواني او دقايق هنتكلم معاه عن الوقت المناسب للتمارين، قبل الفطار ولا بعد الفطار، لو قبل الفطار محتاجين نعمل ايه، لو بعد الفطار نعمل ايه، النظام الغذائي المناسب لكل واحد فينا، وغيرها من الامور اللي هنناقشها مع كابتن كريم عبيد. الحقيقة انه كابتن كريم يعني من الناس المشهورة جدا في المجال دوت، وبيدرب وبيمرن ناس كتيرة مهمة ومشهورة، وظهوره معانا هو إضافة لكل لينا ولكل الناس اللي هتتفرج علينا وتسمع اللايف ده. كابتن كريم معانا خلال ثواني. كابتن كريم منور. ايه الاخبار؟ الحمد لله، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله خير. انت ايه الاخبار يا حضرتك، من التمرين ولا ايه؟ قول لي. لا لا لا، النهارده اتمرنت قبل الفطار، فعشان كده الدنيا يعني مختلفه شويه، ففاضي طب عشان الحمد خميس لله. والويك اند والكلام ده كله. النهارده اتمرنت قبل الفطار، معنى كده ان انت ممكن تتمرن قبل الفطار او بعد الفطار. ما هو ده كابتن بقى كريم، الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. طبعا متشرف جدا ان انا ابقى معاك وابقى في اليوم السابع، وان شاء الله احاول اساعد على قد ما اقدر ناس كتير قوي في حته التدريب بالذات، لان الموضوع ده شاغل ناس كتير قوي في حته انا هتمرن ازاي ورمضان، وناس كتير بتتكلم عليه. وبيني وبينك هو مفيش حد غلط، بس احنا طبعا بنعرض او وجهات نظر كتير، وكل واحد لازم مع الوقت يبتدي يكتشف النقطه بتاعته الصح وانهي اتجاه اللي فيه صح، وده هيعرفه ستيب باي ستيب، مش هيجي مره واحده. طيب خليني اقول لك انه اول ما اعلنا عن انه كريم عبيد هيكون معانا لايف، طبعا انتظرنا اسئله الناس، معظم الاسئله السؤال العام الاول اللي دايما بيحير الجميع، الافضل قبل الفطار ولا بعد الفطار، خصوصا اللي هي مواظب ان هو يروح الجيم قبل رمضان، فالافضل انه يروح قبل ولا بعد، وهل في ناس كويس ليها او من مصلحتها تروح هي تتمرن قبل الفطار، وناس تانية الافضل هي تتمرن بعد الفطار ولا ايه؟ فخلينا نبتدي طيب الاول بالموضوع ده بشكل عام. طيب تعالى كده نغير المصطلح شوية. احنا هنقول مش افضل قبل او بعد، هنقول أأمن هو هيبقى بعد. لو انا بتكلم عن ان انا ابقى في امان 100%، يبقى تمريني ما فيهوش اي خطورة، لان كده كده مجرد ان احنا بنصوم فبنمنع الاكل والشرب عن جسمنا، فبندخل جسمنا من غير تدريب اصلا في حالة شوية ان هو بيبقى فيه خطورة شوية في حياتي كلها مش في التمرين بس. يعني ممكن حاجه بسيطه جدا وانا في الشغل مثلا ضغطت على نفسي في حاجه شويه، لان ممكن ناس شغلها برضو بيحتاج مجهود، يعني اغلب الناس بيبقى شغلها محتاج مجهود حركه الكلام ده كله، فمفيش فرق ما بينها وما بين التدريب. بس الامن كتدريب عشان ابقى في السيفتي خالص هبقى بعد الفطار. بس بعد الفطار طبعا ظروف الحياه والتارجت بتاعي وحسب انا محتاج ايه، ده اللي بقى اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، اللي هو افضل حاجه لكل شخص. احنا هنعرض على قد ما نقدر كميه التارجتس اللي بتطلب مننا، ونقول كل واحد ممكن افضل ليه ايه. تمام؟ طبعا كل اللي بنقوله ده بيمشي على 90% من اللي تارجته ده. تمام؟ بس طبعا هي طبعا بتختلف بظروف كل واحد. لو واحد مضطر بالظبط. انه يتمرن قبل الفطار، انت بتنصحه بايه في البدايه؟ يعني لو قبل طيب الفطار اولا احنا لازم نحدد تارجت. هل يا ترى انا بتمرن اخس دهون، اخس فات،
بتمرن انا رياضه، انا بروفيشنال اثليت، بتمرن انا رياضي، بطل رياضي، بتمرن لمجرد بس ان انا بسلي وقتي، هوايه بتاعتي، بروح اتمرن، بروح اتحرك، بلعب اي حاجه، بروح الجيم، كل الكلام ده، او ان انا بمارس رياضه عشان صحتي. كل حاجه ليها اختلافات كتير جدا، وبتنطبق عليها على حسب برضو طبيعه الشخص نفسه. تمام؟ فاحنا تعالى ناخدها ستيب ستيب ونشوف، ممكن او نبتدي مثلا بتارجت اولاني. اكتر حاجه بتطلب مننا ان انا لو انا عايز اخس دهون، تمام، هتمرن قبل ولا بعد؟ ينفعني قبل وينفعني بعد. ينفعني قبل ليه؟ ينفعني قبل لان معدتي بتبقى فاضيه وبقدر اخس نسبه فات شويه، وببقى عندي طول اليوم لو انا حافظت على الاكل بتاعي هبتدي اخس فات شويه. تمام؟ لو انا بتمرن بعد، انا اوريدي دخلت كميات اكل وكلت كتير، هخش التمرين هحرق الاكل دوت، هبتدي اخش اكل الوجبه التانيه، فجسمي حرق اكل اللي هو خده، فبالتالي هخس برضو دهون. بس بس يعني يعني معلش عايز في المقاطعه، بس لو واحد عايز يحرق ولعب قبل الفطار، اللي بيحرق بيبذل مجهود كبير، مش بيبقى في نسبه خطوره برضو يعني، مش ما يعني هي خصوصا بقى اللي دي، عايز يحرق. ما انا لسه بقى هكلمك فيها. طب انا هتمرن قبل، تمام، هتمرن قبل ليها شروط معينه لازم ابتدي امشي عليها. اولا لازم اكون اوريدي انا مضطر مثلا ان انا هتمرن قبل، انا ما عنديش وقت فهتمرن قبل، ولو ما رحتش قبل مش هروح الجيم خالص، فالاحسن ان انا ما اتمرنش ولا اتمرن، ان انا اتمرن مرن طبعا. فهروح قبل. يبقى اول شرط ان انا هروح في اخر ميعاد قبل الفطار مباشره. ما ينفعش اقوم رايح وانا ايه لسه مثلا متسحر، صحيت الساعه 9 الصبح اروح الجيم اخد التمرينه بتاعتي مش وانا هكمل لسه يومه. عندي اليوم باقي اليوم صيام. بيجي لي حد مثلا الساعه 12 عايز اتمرن، لا، ما هو انا كده هدخلك في مرحله خطر، التمرين بتاعي مش هيضرك، لان انا ببتدي اكسر الالياف اللي بتبني في العضل. طب افرض هيقول لي انا عايز اخس دهون، ماشي، ما هو انت عشان تخس دهون لو انا كسرت لك العضل جسمك مش هيخس دهون، هيخس العضلات بتاعتك، بالعكس بضر جسمك، الميتابوليزم عندك بيقل، كل الكلام ده. طب ليه ينفع قبل الفطار مباشره؟ ودي بتبقى اغلب الناس حباها عشان انت عارف الرمضانيات بتاعتنا، حد معزوم، العائلات عايزين ياكلوا مع بعض، الكلام ده كله، فالاغلب ما بيلاقيش وقت بعد الفطار. يتمرن بعد الفطار، عايز يتفرج على مسلسلات، الكلام ده كله، فما فيش. كمان اخر 10 ايام بيبقى الصلاه والكلام ده كله، فالموضوع بيبقى صعب جدا. فهنتكلم قبل. قبل انا بتمرن ببقى التمرين الحمل بتاعه بيبقى قليل جدا، لازم يبقى قليل بناء على الشخص. قليل، طب هيقول لك قد ايه؟ لا، كل شخص على حسب. ممكن انا القليل بتاعي يبقى قليل غيرك، يبقى قليل غير حد تاني. طب انا بعرفه ازاي؟ انا تمريني قبل الفطار كان قبل رمضان كان ايه؟ ببقى 50% منه، يعني مش ببقى نفس، يعني الموضوع بسيط جدا. انا اعرف النص بتاعي ازاي؟ انا كنت بشيل مثلا 50 كيلو في الظهر، هلعب ب 30 25، انت فهمتني؟ مش لازم احمل قوي على جسمي. طب طيب كنت باخد بريك في اليوم العادي 45 ثانية، أخليه دقيقة ونص، أنت فهمتني؟ كنت بعمل كارديو ساعة، أخليها ربع ساعة، أنت فهمتني؟ كده طب يعني هل الهدف اتفضل اتفضل هل الهدف قول لي، مع سوري سوري، يلا عشان بيبقى يلا في سامح. ديلي. لا بيبقى في ديلي بيحصل بسبب الانترنت، فعشان كده هل ولا الهدف من بصراحه يعني، انت لو واحد بيتمرن معاك خلال قبل رمضان بفتره، في رمضان هدفك انت ككابتن كريم انك تحافظ على اللي هو عمله خلال الفتره اللي فاتت، ولا في فرصه ان هو يزيد او يقل او لا، في يعني فرصة يزيد، يحقق في في فرصه فرصة يزيد يزيد في طبعا. بص هقول لك على حاجة، يزيد عضل يزيد عضل. ما هو على حسب، على حسب، بص حاجات كتير بقى، ما احنا هنتكلم في الحتة بتاعت العضل. انا دلوقتي خلاص خلصنا من حتة الفات، هتمرن قبل، الشدة قليلة، الحمل بتاعي قليل، وقت التمرين ما يبقاش كتير، بتابع النبض بتاعي، دي نقطة مهمة جدا. النبض بيبقى في الايام العادية اقل من الصيام، لما ببقى صايم النبض بيعلى شوية، فما ينفعش اشتغل على مثلا 80% اللي كنت بشتغلها قبل رمضان، لان ده هيبوظ لي الدنيا خالص، هيعلي. لو انا بقى عايز ازيد عضلات، تمام، انا اولا في حاجتين، طريقتين ممكن يخلوني ازيد عضلات، ان انا اختار وقت اتمرن فيه بيكون ما بين وجبات
بحيث انه ما اثرش في الوجبات بتاعتي، ان انا اصلا اسعد انا بزيد عضل ليه؟ مش بالتمرين، انا بزيد عضل من الاكل. فانا لو حافظت على الوجبات بتاعتي 5 وجبات خلال الفتره دي، ان انا ما اكلش وجبات كتير كبيره واشبع، او اكل فطار مثلا كتير وابقى مش جعان لغايه السحور، لا اوزع وجبه الفطار بتاعتي، بعدها بساعتين في وجبه ثانيه، بعدها بساعتين في وجبه ثالثه وهكذا. لان انا عندي خد بالك نسبه، احنا تقريبا بنصوم 14 ساعه وبنفطر حوالي 9 ساعات او 10 ساعات، تمام؟ فانت التسع ساعات دولت لو قسمتهم كده كل ساعتين، لا ممكن ادخل 5 وجبات الحق، تمام؟ فانت دخلت كميه الاكل دي، شكرا. في طبعا لو انا بروفيشنال قوي، عضلات بتاعتي كبيره، وده اللي بيحصل مع ابطال، خد بالك احنا اغلب البطولات بتاعه كمال الاجسام هتلاقيها بعد رمضان، ده معناه ان هو ما بيزيدش عضلات، لا بيزيد، هو بيستخدم مكملات كويسه، بيبتدي ياكل كويس، بيهتم باكله، الكلام ده ما بيضيعش وقت في التمرين. تمرينه بيبقى بيفيده ويخش يبتدي يظبط اكله. الاكل اهم. طيب خلينا يعني ناخد من كلام من او اسئله الجمهور ونرجع تاني للنقطه للتمرين بعد الفطار. في مريم مصطفى بتقول لك ايه كميه السكريات المسموح بها في رمضان وازاي انظم اكلي؟ طيب كميه السكريات دي بتختلف من فرد لفرد على حسب الحرق بتاعي، على حسب يعني الميتابوليزم بتاعي، كل ما يبقى عالي ممكن اعلي السكريات بتاعتي. طبعا دي بتحتاج اخصائي يحسبها لك، على انه لازم اعمل تشيك لجسم جسمي بيحرق قد ايه، وحسب المجهود اللي انا بعمله. وانا لو بحرق كتير الصبح، بتحرك كتير، شغلي بتحرك، بعد ما هاكل هبتدي اتحرك، كل ده ممكن لو زودت السكريات ما تزودنيش دهون، تمام؟ بس اهم حاجه ما اوصلش ان السكر يبقى واقع او السكر يبقى عالي. يعني ما اكلش، يعني اما احس ان السكر هبطان، انا مثلا بفطر على بلح، جيت بعد شويه نفسي في حاجه كلتها مسكره شويه، مفيش مشكله، جيت نزلت الجيم اتمرنت، فانا كده حرقت السكر ده برضو. عشان في ناس بتبقى فاكره ان انا في رمضان مثلا انا ببقى نفسي اكل حاجات مسكره برضو، كنافه والحاجات دي، انت عارف رمضان بتاعنا بيبقى عامل ازاي. لا مش معناه ان انا هحرم نفسي، لا باجي اختار الوقت المناسب، اولا مش كل يوم، تمام؟ ممكن مره مرتين في الاسبوع، باكل الوجبه اللي فيها سكر عالي، تمام؟ وبنزل اتمرن. انا اتمرنت عملت ايه؟ حرقت السكريات اللي كلتها بس، فانا مش هزيد من السكريات دي. بس كنسبه ان انا كل واحد هياخد سكريات قد ايه في حياته، لازم يتابع مع اخصائي في الحته دي، يقول له انت لازم تاخد مثلا نسبه السكر هكذا من الاكل، فيبتدي يديله الكميه بالظبط بس. فبتختلف من فرد لفرد. مريم مصطفى برضه بتقول لك لو شخص بينام بدري الساعه 9 مثلا وبيصحى وقت السحور مش بيشرب ميه كتير، طبعا الميه مهمه جدا انك تشرب كميه كبيره من الميه خلال الفتره دي، فهل في اكلات مثلا معينه بتعوض الميه دي؟ بتنصحه بايه لو هو ما عندوش انصحه ان هو بينام بدري؟ هو مثلا كفواكه هيركز على الحاجات اللي هي زي البطيخ والحاجات التفاح والحاجات اللي هي ممكن تفيدنا شويه في حته ان تبقى فيها ميه جوه، سوائل جوه، برتقان، كل الكلام ده. و طبعا لازم اشرب على الفطار كويس قوي، ولازم طول ما انا يعني قاعد لغايه ما انام ماسك ازازه ميه عشان لازم اشرب، تمام؟ وعلى الفطار بتاعي بحط، على السحور سوري، بحط اسمه ايه ده، ازازه ميه جنبي وانا نايم او اي حاجه، بحيث ان انا لو صحيت قبل الفجر لازم اشرب برضه. للاسف حته الميه هي اخطر حاجه في رمضان، يعني الاكل سهل قوي، وفي انظمه اكل دلوقتي بتعتمد على حته الصيام دي، ان انا اكل بس 7 ساعات في اليوم، بس الميه هي الحاجه الوحيده اللي بتدخلني في حته الخطوره. فانا لازم احافظ على كميه الميه بالظبط. الخضار بقى، اهتم بالسلطه بتاعتي في الاكل، كل الكلام ده. يحيى احمد بيقول لك عايز اخس من غير ما ابطل شيبسي. تمام. احنا بص هنتكلم في حته الناس اللي بتحب اكلات معينه، مش شيبسي بس، في بقى كل حاجه، تمام؟ يعني كل واحد نفسه. اولا انا ممكن اكل ممكن اكل اي حاجه نفسي فيها، لو انا حافظت على الكميه بتاعتها قد ايه. لان طبعا في الدايت مش ان انا حرمان، ان انا احرم نفسي من كل حاجه واكل كل حاجه، لا، في طبعا تريكات صغيره، بس اختار، انا بختار الوقت المناسب. ببقى نفسي الشوكولاته، ما انا لو كنت حته شوكولاته ودخلت اتمرنت هتديني باور من السكر اللي فيها، انت فهمتني؟ يعني الموضوع بسيط جدا، بس اختار الوقت. فانت لو نفسك في شيبسي هتاكله قبل التمرين، تمام؟ هو الشيبسي فيه كربوهيدرات، في نسبه دهون، بس لو انت مش هتعرف تبطله وكلته قبل ما تنام، تمام، هتزيد منه قوي. انما لو انت كلته قبل التمرينه
على الاقل هتحرق نص اللي هو بيعمله، فهمتني؟ بس ريهام بتقول لك كلامك تمام يا كوتش، وبعت لك قلوب وعضلات. بشرب ميه كتير بعد الفطار من شادي. في كمان ازاي نعوض نقص السوائل اللي حصل في رمضان، اعتقد اتكلمت عنها وقلت فكره انك تعوض بالاكلات وغيره. في انا عندي 15 سنه ووزني 70 كيلو وطولي 157 سنتي، اظبط ايه عشان انا زعلان من نفسي ومن وزني 15 تمام. سنه؟ هو الطول معلش كام؟ الطول 157 والوزن 70. 155 والوزن 70. ده هو الوزن زياده شويه. طيب هو ده عايز الاكتر ان هو هيظبط النظام الغذائي بتاعه، ان هو يبقى 5 وجبات، الوجبات بتاعته تبقى صغيره، تعتمد على نسبه بروتين اعلى ونسبه فايبر عاليه، نسبه الكربوهيدرات بتبقى قليله، ولازم يبتدي يتحرك لو هو عايز الشيب يتغير. يعني ايه بقى؟ في ناس بتبقى متلخبطه من دي، انا بخس بالاكل بس، بخس بالاكل جسمي ما بيتغيرش، ما بيطلعليش سكس باكس، ما بيطلعليش يعني جزء العضلات نفسها ما بتتحسنش، مع العيب ان انا لو خسيت بالاكل بس لو رجعت كلت بزيد بسرعه جدا، لان اوريدي انا ما غيرتش المشكله اللي في جسمي. بس لما باجي اتمرن واظبط اكلي بيحصل لي حاجتين، ان انا بغير السيستم بتاع الجسم، بخلي الحرق عندي عالي وكميه الاكل بتتحسن، فالجسم بيحصل له طفره ان اصلا السيستم عندك بيتغير، فانت بتلاقي الميتابوليزم او الحرق عندك عالي جدا، وبتلاقي الاكل بقى كويس، فجسمك بيوصل بيشيب، بتلاقي العضلات ابتدت تظهر، السيكس باكس ابتدت تظهر، كل الكلام ده. ده مع ان انت لو بطلت حصل لك ظرف، حد في امتحانات، حد في سافر، حد عمل اي حاجه، عطل، تعب في البيت، الكلام ده كله الجسم نفسه بيحرق. وده الفرق بين الناس اللي بيبقى عندهم كميه عضلات كويسه، ليه بتلاقيه مثلا بياكل حاجات برضه ما بيزيدش؟ لان هو الحرق بتاعه عالي، فهو لما بيجي يبوظ تبويظه او اتنين، او بياكل شيبسي او بياكل اي حاجه في النص، ما جسم ما بيحسش بيها. وده اللي احنا بنبقى عايزينه في حته التدريب، ان انت لازم لو اتمرنت واكلت جسمك بيتغير وحياتك بتتغير. بس عظيم. انا عايز ارجع لنقطه لتكمله كلامك فيما يتعلق بالتمرين قبل الفطار بعد الفطار بقى. تمام. الوقت المناسب او الافضل بعد الفطار، خصوصا برضو ان الوقت ضيق، يعني انت ممكن تتمرن مثلا الساعه 9 10 بعد ما تصلي العشاء او التراويح، وبعد كده تلاقي نفسك رجعت جعان وعايز تاكل، وفي نفس الوقت عايز تنام، وفي نفس الوقت في سحور، فالوقت بيبقى ضيق شويه. ايه افضل وقت يعني في الجدول المناسب اللي انت شايفه؟ انا شايف افضل وقت في طريقتين بينفعوا، كل واحده بتنفع حد، ان انا بفطر فطار خفيف وبنزل بعديه بحوالي 60 دقيقة اللي هي ساعة مثلا، بنزل اتمرن وبرجع اكل وجبة متكاملة كبيرة. تمام. وده اغلب الناس بتعمله، بتلاقيهم مثلا في الجيم الساعة، احنا بنفطر 6:15، بتلاقي الناس في الجيم مثلا الساعة 7 عندك موجودين في الجيم، بيفطر فطار خفيف، يفطر سوائل، بياخد واي بروتين مثلا، بيشرب شوربة، وبياخد مثلا واحد كوفي واحد اسبريسو، ياكل كام بلحة، ويقوم ايه نازل يستنى نص ساعة وينزل على الجيم. تمام. ده بيبقى وقت كويس، المستو ان انت جسمك بيبقى خفيف، معدتك خفيفه، فلو انت بتلعب تمارين كلها حركه، عايز فتنس عالي، عايز الكلام ده، هينفعك قوي. انما لو انا بلعب اوزان وعايز ابني العضلات، باكل كويس الوجبه بتاعتي المتكامله اللي فيها كل حاجه، وباجي بعد ساعتين ببتدي انزل اتمرن عشان جسمي يبقى اوريدي، اولا لو المعده مليانه شويه الاكل لسه ما اتخضمش، هيبقى اوريدي التمرينه بتاعتي كلها ويتس، فما فيهاش نفس عالي، هي هبقى محتاج باور اكتر. تمام. ولو انا عملت اسمه ايه ده، وفي نفس الوقت غذيت العضلات بتاعتي قبل ما تنزل تتكسر، لان انت في التمرين انت بتكسر العضلات. بس عظيم. في ساره نصر، انا بتابع في الجيم لكن مش بمشي على نظام غذائي، ده عادي ولا ايه؟ بيتمرن بس بياكل عادي اي اكل قدامه، بياكل في اي ميعاد او كده، ده بيبقى ليه ماشي. خلينا متفقين، خلينا متفقين يا اسعد، ان كده كده لو انا اوريدي اتمرنت، ده مش بتفيدني في الجسم بس، بتفيدني في صحتي. تمام. فهي هتيجي تقول لي ما اتمرنش بقى ولا اتمرن، هي احسن ان هي تتمرن. تمام. طيب انا عايز اغير جسمي، لو انا جسمي في الاول ممكن يتغير شويه لان العضلات تزيد، بس ممكن الدهون ما تنزلش، وممكن في ناس بتتغير. يعني في ناس، انا لما بيجي لي حد مثلا في اول مره بقول له ما تغيرش حاجه في الاكل زي ما انت،
تمام؟ ليه؟ ممكن هو اوريدي يبقى مع الحركه بتزودها في حياتك، فبتعمل لك تغيير في جسمك، بعد كده جسمك بيعطل، معنى ان هو عطل كده ان هو اوريدي المجهود بتاعك بقى نفس الاكل اللي انت بيخش لك، فانت اوريدي ما بقاش فيه تغيير، خلاص ثبت. تمام؟ طب انا عايز اغير اكتر، لازم اظبط بقى الاكل. انت فهمتني؟ ما ظبطتش الاكل مش هيتغير. هعلي التمرين هتتغير شويه. ظبطت الاكل والتمرين هتعلى قوي. فانت كل حاجه بتفيد. يعني حتى لو انا باكل كل حاجه في حياتي بس بروح اتمرن، على الاقل صحتك هتبقى احسن. بالظبط، لانه بالظبط. يعني انا وانا من انصار المدرسه دي، يعني بالنسبه للناس بالظبط. اللي هم بيتمرنوا عشان خاطر يعني يبقى صحته احسن، يبقى بالظبط في حياته كده. في رياضه، بالظبط. بتاثر عليه بالظبط. حتى يعني نفسيا، حتى أحسن. يعني بالظبط. الرياضه هي، يعني احنا مش داخلين بطولات، ولا احنا بنعذب نفسنا، ولا بالظبط. انت رايح تتبسط بالظبط ورايح كده. تلعب رياضه وتحافظ على صحتك. بالظبط. أنا عايز أقول لك ناس كتير في الفترة دي بتبتدي مثلا تيجي الجيم عشان تخرج من مشاكل الحياة وبتخرج من كذا، بالظبط. يعني أغلب بيبقى عايز كده. هو الجيم بيبقى ساعة فيها حياة مختلفة بالنسبة لك لو فيها عندك بهجة مجهود في فعلا. شغلك. بالظبط. بالظبط. يمكن كلامك ده بيرد على سؤال حسين بدر، بيقول عايز اعمل عضلات بطن، بلعب 45 عدة في 3 مجاميع ومفيش اي عضلات بتظهر، ايه السبب؟ بيلعب 12 عدة؟ بيلعب 45 عدة في 3 مجاميع لا، هو 45 عدة ومفيش في 3 مجاميع، هو كده ريبيتيشنز عالية، فهو هيبقى عنده انديورنس أكتر، وهيبقى عنده يعني النفس أحسن في جسمه لأنه بيعمل أعداد كتيرة قوي. بس إن هو ما بيلعبش أوزان، هتبقى العضل بيبقى عطلان هنا. أنت فهمتني؟ لأن أنت بتبقى العضل، أنت بتبقى طالب منه طلب معين. لو أنا حطيت له ويتس بيبقى القوة بتاعته بتزيد والحجم بتاعه بيزيد. لو انا شلت الويتس وعملت ريبيتيشنز اكتر بيديني تحمل اكتر وبيخلي العضله ظاهره. تمام؟ طيب لو هو بيعمل بطن، البطن نفس الكلام بقى. هو في ناس فاكره ان انا لو لعبت بطن هخس بطن، ودي مشكله القرن بتاعنا كله. يعني العالم كله بيبقى فاكر ان انا بلعب بطن في اليوم. كنت عارف اي واحد جاي عايز يخس لي من بطنه مش هلعبه غير بطن. لا، هو الدهون السيستم بتاعها الجسم. بيخس بحاجه تانية اللي هي الكارديو. تمام؟ التمرينات اللي هي الفتنس والكلام ده اللي بيخسس الدهون من كل حاجه بقى، من دراعك، من رجلك، من بطنك، من ظهرك، من كل حاجه. طيب لو انا لعبت بطن انا بزود العضلات، فانت هتلاقي العضلات مش عنده، بقلل دول. العضلات عنده قويه وعندها تحمل كويس، بس مش باينه. مش باينه ليه؟ عشان في دهون. ده في محتاج دهون. يظبط اكله، ومحتاج يعمل تمرينات فتنس شويه، يمشي على فهي التريدميل، محتاجة يعمل عجله. بالظبط. بالظبط، يعني هو محتاج يزود العضل ويقلل الدهون، ممكن تزود بالظبط العضل بس كده. ما تبانش بسبب وجود الدهون فوق ال طبعا في هو في مركز الجسم البطني. في العضله مش مركز في الدهون. بالظبط بالظبط. عبير، حل البطن السفلية ايه وليه اول مكان بيزيد؟ طيب يعني اول ده مكان بيختلف من بيزيد، شخص لآخر. بيختلف من شخص لاخر، بس البنات بيبقوا اكتر عشان المنطقه دي انت عارف، لو بيبقى اكتر في البنات اللي قاعده كتير، لو حد لو هي مثلا عندها اولاد او كده، فتره الحمل، كل الكلام ده بتضعف المنطقه بتاعت اللور ابس. تمام؟ طبعا هتتمرن تمارين ابر ولور ابس عادي خالص عشان تقوي العضلات. طب هتقوي العضلات هتخس؟ لا، بس هتخلي الحته دي مشدوده شويه لجوه. يعني هي دلوقتي ما يبقى عندي العضله فيها استريتش مع ان فيها دهون، فبتحس ان الحته دي باظه. انا بلعب العضل فببتدي اخش جوه شويه. طيب الحته دي فيها دهون بقى، ببتدي اظبط اكل. هي كده اول حاجه بتتخن في جسمها الحته دي. دي طبعا حاجه ربانيه، جيناتكس، بتبقى مخلوقين بيها. في ناس بتتخن من رجليها بس، في ناس بتتخن من ايديها بس، في ناس بتتخن من جسمها كله. في واحد تشوفه كده يقول لك انا وزني، فانت ما تتخيلش ان هو وزنه تخين كده، وزنه كبير كده. في حد تشوفه مثلا رجله بس كبيره فيبان من فوق صغير. هو ده طبيعه جسم. طب انا هتخلص منها ازاي؟ هي كده طبيعه جسمها، بتتخن اول حاجه الحته دي، فده بسبب عاداتها وتقاليدها. يعني هي دايما متعوده تقعد على كرسي كتير، الكلام ده كله، ما بتلعبش تمارين للبطن السفلي، فالحته دي ضعيفه. لان برضو لما بلعب عضله بتساعد شويه في الحرق المنطقه، بتساعد مش بتحرق، بس بتخلي الشكل احسن. زي ما انا قلت لك مثلا لو جيت دلوقتي العضلات بتاعتي مش قويه وانا بلعب كارديو، هتلاقيني بخس فات، بس برضو ظاهر ان بطني فيها الكيرف بتاع المعده. ليه؟ اول ما باكل
العضل المعده بتزق العضل وبتلاقي العضل مش قوي فبيبان ان عندي كرش. بس صح. هو مشكلته ان العضله محتاجه تزق المعده شويه، وده الاغلب بيحصل للرياضيين، ان بتلاقي ان لما بياكل كتير بتلاقي المعده بتاعته بتطلع من فوق من اضعف حته في البطن، انت فهمتني؟ اللي هي الحته اللي فوق خالص اللي هي فم المعده، تمام؟ طيب. عشان ما بتلاقيش مكان، بتيجي تزق من تحت تلاقي العضله قويه فبتطلع فوق تدور على المكان، فالمعده بتاعته بتبقى كده، ما بتبقاش عامله زي الكيس. يعني انت ما بتملى كيس ميه المعده بتنزل كده بالظبط. الرياضي بتلاقي المعده فيه بالطول، ليه؟ مش لاقيه، بتلاقي ان العضلات نفسها بتزقها بس. شاهد، انا لما بعمل رياضه جسمي بيوجعني بعدها بيوم ومش بقدر اكمل. يعني ما هي ده طبيعي، فبتفضل انت اسبوع لازم وترجع تكملي عشان تاني. تحسي بالظبط. بالظبط، انت يعني جاوبت هي ده بقى. لو كملت يومين بس خلاص مش هتحس اه بالوجع. لو كملت يومين، ما انا بقول لك هي مشكلتها بتروح يوم وبطل اسبوعين فترجع تاني لنفس المشكله. هو ده جربي يا شاهد، جربي تكملي بس يومين ثلاثه هتلاقي يومين الموضوع ثلاثه مش اختلف. هتحس. انا عايز اقول لك، احنا انا بيبقى عندي ناس مثلا بنتمرن بيفضلوا دلوقتي يحلموا باليوم اللي جسمهم يشد فيه. يعني بيبقى نفسهم انا جسمي شد امتى؟ انا جسمي امبارح اتمرنت، بيبقوا فرحانين، بحس ان انا ايه، ان عارف في وجع ايه، حصل. اه في حاجه حصلت. طبعا دي بتحصل، يعني هنقول دي بتحصل، الشد ده بيحصل بسبب ان انا ما مرنتش العضلات فتره فابتديت ارجع، فبيبقى فيها طبعا احماض جوه، فالاحماض دي بتبتدي تعمل زي تعب شويه في الماسلز، ده مع الوقت بيبتدي جسمك بيتعود عليه وبيعرف يصرفه كويس وبيدي ريكفري كويس، فما بتحسهاش تاني غير لما بتغير التمرينه. لما بتغير التمرينه او تلعب العضله بطريقه مختلفه شويه بتحسها تاني. دي طبعا طيب. هتحسها فتره معينه وخلاص، وحاجه كويسه مش وحشه، ده معناها ان انا اتمرنت كويس. طب احلها ازاي؟ بالاطالات، بتقللها شويه، والشاور بقى بالميه الدافيه والحاجات دي كلها. بالظبط. طيب، احنا قلنا التمرين قبل الفطار وبعد الفطار، المدة بقى هل في رمضان بتختلف؟ يعني هل مثلا لو انت بتتمرن في اليوم ساعة او ساعة ونص، في طبعا رمضان بتخليه يتمرن نص ساعة؟ او يعني طبعا مدة التمرين قد ايه في رمضان؟ طبعا انا شايف ان مده التمرين ما تزيدش عن 45 دقيقه، والمجهود بتاعها بيبقى اقل بالظبط نص التمرين اللي انت كنت بتعملها او ازيد سنه صغيره، بس بيبقى التوزيع بتاعتها لازم تبقى محسوبه بطريقه كويسه. دي لو حد بيتمرن كتير هتلاقيه اوريدي فاهم جسمه ازاي، بس انا هتكلم دلوقتي على عامه نفسه انا عامل ايه. انا ان انا التمرينه بتاعتي ما تزيدش عن 45 دقيقه، بحاول اتابع النبض بتاعي ما يعلاش، الاوزان بتاعتي ما تبقاش عاليه، ما بقاش ضاغط على جسمي، لو حسيت ان جسمي تعبان بروح بعمل اطالات بعمل كذا. طيب في نقطه برضو حلوه، لو انا هدفي ممارسه رياضه بس، في ناس بتيجي الجيم خد بالك زهقانه قاعده في البيت صايمه فبتيجي تنزل الجيم، هعمل ايه؟ هعمل شويه تمارين خفيفه كده تفيد العضلات، وشويه اطالات، شويه استرتشات لجسمي من غير ما ادخل جسمي في مرحله الخطوره، وبظبط اكلي شويه. يعني الموضوع مش محتاج اكتر من ان انا بتشوف انا هدفي ايه. انما مش عايز حد يبقى اوريدي هدفه ان انا بلعب رياضه وبخش الجيم، او داخل بقى بلاقيه على التريدميل مثلا عمال يعرق وينزل وينزل وهو اوريدي صايم. لا، ما هو انت كده بتضر جسمك مش بتفيد. هو بيبقى فاكر ان انا كده بحرق فاتس بس، خد بالك هو لا، هو انت بتحرق فاتس وبتحرق عضل وبتبوظ جسمك وبتدخل، لان انت لو حرقت العضل الميتابوليزم بتاعك بيقع، فلما بتيجي تاكل، لما بتيجي بتاكل اول وجبه الجسم بيقوم ايه، بيشحنها بياخدها بيبقى عايز يخزنها، فما بتستفادش، ما بتستفادش باللي انت بتعمله، بالعكس هو انت محتاج تقلل، تبقى التمرين ذكي ما يبقاش التمرين بعنف بالظبط بس، بالظبط. يعني وتسايس جسمك وتحس بجسمك، ما تضغطش على جسمك قوي، كل الكلام ده. قلت لنا ازاي نعوض الميه مثلا بالاكل باكلات معينه، ازاي اه الحاجات اللي يستحسن احنا ناكلها خلال الفتره ما بين الفطار والسحور، ايه بقى الحاجات اللي المفروض الناس تتجنبها قبل السحور او قبل ما الحاجات تبتدي؟ اللي قبل السحور، انا شايف الحاجات اللي هي فيها املاح زياده، عشان دي هتبتدي تبقى محتاجه نسبه ميه اكتر، فبتبتدي تعطش اكتر، فبيبقى تيجي تتمرن بقى قبل الفطار يبقى خطر عليها جدا، تيجي تتمرن بعد الفطار جسمها عطشان فما بتعرفش تاكل كويس، تشرب ميه كتير على الفطار فتلاقي معدتها اتملت، تيجي تاكل ما تاكل جسمها يعني كميه الاكل مش هتخش صح. فانا شايف ان احنا الاكلات اللي فيها ملح شويه او ملح زياده
ما ابتديش اقرب منها في الفتره اللي هي من بعد الساعه مثلا، لو قلنا الساعه 10، وبشرب سوائل كتير في الفتره اللي هي من اول الفطار. تمام. طيب، والوجبات برضو اللي هي ممكن، الحاجات اللي ممكن اتجنبها ان انا اكل وانام على طول. الحاجات دي ممكن تعمل لي مشاكل في المعده. في ناس بتبقى فاكره ان انا هاكل وجبه واخش بقى انام خلاص، استنى لغايه الساعه مثلا 3 ونص او واكل وجبه كبيره قوي اخش انام. ما هي دي بتعمل لي برضو تعب في الجسم بتاعي وبطني، لان جسمك بيبقى برضو داخل عليه كميه اكل كتير قوي، وفي نفس الوقت عايز يهضمها والكلام ده كله وانت داخل تنام. انت فهمتني؟ فطبعا السحور لازم يبقى بطريقه، حاجات اللي بتفضل فتره طويله في المعده وتبقى ما تنوعش معاها حاجات كتير، يعني ما اكلش مثلا فول واكل عيش واكل بيض بالبسطرمه واكل، فاهم، وادخل بقى كميه حاجات كتير قوي. لا، حاول تركز ان انا يبقى فيه بروتين، فيه كربوهيدرات، فيه فايبرز. تمام. كل دول لو انا حطيتهم في وجبه واحده نوع واحد، يعني انا مثلا باكل، في ناس تلاقيها مثلا حاطه فول وشوفان يقول لك عشان اكل كتير احافظ على العضلات. لا، هما يا دي يا دي، خلي يوم ده ويوم ده، لان جسمك لما بيخش له حاجتين برضو بيبقى عايز يخش في مرحله هضم مع ده، ده هضمه خفيف، ده بيقعد فتره اطول، كل الكلام ده بيفرق مع جسمك. سوسو ويوسف، انا جسمي مش تخين، ولما بروح الجيم بتخن وجسمي بيزيد، ولما بقعد وزني بينزل تاني، بليز رد عليا. تمام. ده انا بيبقى جسمي الزياده انت عضلات. فهمت السؤال؟ فهمت السؤال طبعا، وبيحصل للاغلب. ده معناه ان هي بتروح الجيم بتزيد عضلات، فالعضله بتطلع على الدهون فبتبان ان هي زادت. طبعا هي لو استنت شويه شهر هتلاقي العضلات مش بتكبر تاني، لان هي بنت، الهرمونات مختلفه من الولد للبنت. فلو فضلت شويه كمان هتلاقي الفاتس بتبتدي تنزل، فهتحس ان هي نزلت، فهي ما فيهاش مشكله خالص. بس لو هي مش عايزه تحس ده هتبتدي تتجه في الاول، لان يعني بيجي لي ناس برضو بتتخض يقول لك انا ميزاني زاد، انا مش عايز اتمرن. انت فهمتني؟ عشان اول ما جيت الجيم. لا، باخده بمرنه شويه حاجات فيتنس، الحاجات اللي هتحرق له فاتس، فهو من جواه هيحس ان انا نزلت. ساعتها ابتدي اخش بقى في الشغل بتاع الماسلز، لان لازم اخش في حته الماسلز عشان اعمل شيب، لان انا ما ينفعش ارسم الجسم او ابقى عايز تفصيله، عايز ازيد من هنا واخس من هنا. ما هو كل واحد بيبقى عايز، خد بالك، هو بيجي الجيم مش عايز، يعني بيبقى حتى اللي بيجي لي يقول لي انا عايز اخس رقم بس، اول ما بيلاقي ان جسمه خس بيبقى عايز، بيبقى طماع، عايز شكلي احسن، عايز يبقى عايز وسطه يخش، يبقى عايز الكيرف هنا، عايز ازود عضلات الدراع، عايز رجلي تتحسن، كل الكلام ده. فانا لازم ابتدي اخش في حته العضلات. حته العضلات بتفيدني ان اولا العضلات مش مضره للجسم، مفيده جدا، بتزود لي الحرق في جسمي، بتخلي الشيب بتاع جسمي كويس. ثالثا ما فيهاش اي اضرار خالص. لو بنت مثلا دخلت الجيم وعملت عضلات، عارف هنعمل ايه يا سعد؟ هنوقف الجيم شويه، هنقلل الويتس، العضلات هتخس، مفيش مشكله. بس لازم ابقى واخد بالي من حته الدهون. يعني لو انا اوريدي بتجيلي مثلا بنت انا مش عايزه دراعي يبقى فيه عضلات، تمام؟ لو انا اتمرنت وبعد اسبوع مثلا العضلات زادت، عارف هقلل الاوزان، هبطل العبها مثلا ظهر، هبطل العبها دراع، هتلاقي الدراع نفسه قل، فما فيش مشكله في العضلات خالص حتى لو زدتي. هي مشكلتك في الدهون، لازم تبصي للدهون. الدهون خست يبقى انت عملتي نتيجه كويسه او عملت نتيجه كويسه. انت فهمتني؟ بعد كده بقى، بعد ما اخلص الدهون خالص ابتدي ابص للعضلات، انا زايد عضلات ولا لا، عايز اخس عضلات ولا لا، ساعتها بقى نتحكم في الحته دي. في، ما اعتقد ممكن ده يبقى سؤال طبي بس ما اعرفش، ممكن يبقى اختصاصك ولا لا. من وقت تمام. لما بقيت اروح، هي شريف، شريف الدين، من وقت ما بقيت اروح الجيم من 5 شهور عندي امساك رهيب الحد، هل ده بسبب الاكل ولا لا، بص، دي مش عارف يعني اسبابها، بس هو لازم ممكن يبقى عنده حساسيه من حاجات معينه في الاكل مش بالتمرين خالص، لان التمرين بالعكس هيساعد الدوره الدمويه وهيخلي الدنيا عنده جوه احسن. تمام. حته ان هو عنده امساك دي ممكن يبقى حاجه في اكل معين، او هو بيرجع ياكل بطريقه غلط، فمع التمرين عامله له مشكله. انت ممكن فهمتني؟ يكون بيلعب ويرجع ياكل كتير جدا ايوه فالمعدة مثلا بالظبط بتتأثر. بالظبط، يعني هي حاجه من اتنين، يا دي يا دي. بس ان هي تبقى بالتمرين انا اول مره اسمعها، وفي نفس الوقت ما اظنش ان الرياضه ممكن تخليك عندك مشكله في حاجات في هضم لا، او دوره دمويه او بالعكس نقص. بالعكس، بالعكس بالعكس. اعتقد كمان ممكن في الحاله دي لو اتمرن الصبح يبقى افيد، افيد جدا.
ما هي مرة أول انا ما سألني قلقان بيقول من لي حته هيروح اللي انت يتمرن قلت بكرة. عليها ان هو يرجع ياكل، خد بالك هي دي ممكن تبقى مشكله، ان هو بيرجع جعان وبياكل فبيحس طبعا ان هو في مشكله، او ممكن برضو ان هو بيكون بياكل وينزل يتمرن، خد بالك يعني ممكن يبقى اه الاثنين، صح لان صح انت انا لو انا اكلت جسمي عايز يهضم الاكل فبيبعت الدم فين؟ للمعده، رحت اتمرنت الدم عايز يروح فين؟ للعضلات، العضلات فبيبتدي يحصل هنا ايه؟ بتلاقي ناس بتدوخ، دخ ده ليه؟ عارف الدم عايز يروح للمعده وانت بتريح، يجي يلعب بالويتس عايز يروح للعضلات، فيبتدي جسم يخش في توهان، فيبتدي تتغير يحس بالظبط. عشان كده دايما بنقول كل اكله خفيفه لو انت هتنزل الجيم او هتاكل قبلها بساعتين بس. عظيم. بسنت، انا وزني 64 وطولي 160، كده المفروض اوصل للوزن المثالي ازاي؟ فاكر الوزن المثالي بص هي خلينا نقول مش وزن مثالي، انا عايز اقول ان احنا نبقى الشيب، انا محتاجه ايه؟ انا محتاجه جسمي يبقى فين؟ هو ده اللي انا بتجه بيه، حته ميزان دي برفضها شويه اسعد، لان الميزان ممكن يبقى حد وزنه اصلا ازيد من النسبه اللي احنا بنحسبها اللي هي ماينس 100 والبنات ماينس 105، الحاجات دي برضو انا ممكن تبقى في خوارج، يعني في بنات بيبقى مثلا طولهم 170 وتلاقي وزنهم 75 وشكلهم حلو، وفي بنات بيبقى وزنهم مثلا طولهم 160 وتلاقي مثلا وزنهم 55 وبتلاقي الشيب حلو، انت فهمتني؟ فهي خلينا نبص لحته الشيب على حسب انت بتحبي ايه، في بنات بتحب رجليها تبقى فيها عضلات، في بنات بتحب رجليها ما تبقاش فيها عضلات خالص، في ناس بتحب فوق يبقى شكلي عضلات، كل ده بيفرق في الوزن بتاعي، بس انا شايف التارجت ان انت يبقى تارجتك الشكل مش الميزان، الميزان ده اوحش حاجه، يعني في ولاد وزنهم بيبقى كبير وشكلهم كويس، وفي بيبقى وزنهم قليل وشكلهم كويس، يعني الموضوع معتمد على الشكل، طالما انت حته مش رايح بطولة بالظبط مش العب رايح عشان بطوله ولا رايح تنبسط من بالظبط نفسك، يعني بالظبط تحس ان شكلك حلو، تحس ان صحتك كويسة، خلاص كده مش محتاج، بالظبط مش مطلوب منك بالظبط اكتر من كده. بالظبط. انا بقول لك ليه المشكله دي، لان ناس كتير بتروح الجيم تزيد كيلو مثلا، كيلو العضلات دوت عارف قد ايه ممكن يفيدك في جسمك، يعني يفيد جسمك ازاي، وبتبقى بتبقى عايزه تخس الكيلو العضلات، انا ازاي زدت على الميزان؟ ما انت لو زدتي عضلات هي هتفيدك اكتر من اللي انت تخسيه، هتبقى جسمك احسن، شكل جسمك احسن، فحته الميزان دي مش شايفها تارجت، تارجتك يبقى الشكل العام. لو انا ما بلعبش حاجه بقى، لو انا بلعب بقى رياضه معينه محتاجه ميزان معين، كل الكلام ده طبعا الرياضه هتلاقيها بترسم لي الميزان، يعني هتلاقي الاغلب انا في الميزان كذا فلازم ابقى في الميزان كذا، طب هتيجي تقول لي انا ميزاني كبير او عالي، اعرف ان انت لو خسيت للميزان اللي تحت هتبقى اضعف، يعني لو رياضه مثلا رياضات الفايت والحاجات دي كلها الاوزان فيها مثلا في اوزان اوفر، بس لما بيجي يخسوا ويضغطوا وينزلوا في الميزان اللي تحت بيبقى اضعف بس. يعني والله يا كريم عايز اقول لك، احنا لو يعني انت جالك كميه، يمكن انت مش متابع التعليقات، بس جالك كميه اسئله وكميه يعني اشادات بالكلام اللي بتقوله، وقد ايه ان اللايف ربنا يخليك مفيد، رب، انا والحمد فرحان لله بجد يعني ويا رب مظبوط. اكون في التوكو بجد اسعد ومبسوط ان انا معاك، طبعا يعني بتابعك احنا اللي برضو مبسوطين بوجودك، ربنا يخليك. حلقاتك كلها ما شاء الله حاجات بتساعد الناس جدا وبرافو عليك. ربنا يخليك كريم، ده شرف ليا. محمد احمد بيقول لك بقالي 8 شهور ما عملتش حاجه، وبتمرن كويس وبتعب في التمرين، وانا سني 17 سنه، فهل ده ممكن يكون السبب؟ ان هو لسه صغير يعني، يقصد بقاله 8 شهور بيتمرن وهو مش حاسس ان هو عامل نتيجه في الاخر مع انه بيتمرن كويس. لا كده كده الخطه بتاعته غلط، هو بيتمرن ايه وهدفه ايه، ممكن يبقى بيتمرن غلط، ممكن يبقى هو خد بالك برضو يا اسعد محدش بيحس بالتطور بتاعه، انت ما بتروح تتمرن يوم لازم تعالى قارن بقى، يعني انا بقول له قارن نفسك من اول يوم في الثمان شهور لاخر يوم في الثمان شهور، نو واي، لو بتمشي على التريد ميل هتتحسن، يعني انت لو طالع صح بتتمشى، انت لو بتروح البيت من شغلك للبيت مثلا مشي، انت اول يوم مش هتحس بحاجه، تاني يوم مش هتحس بحاجه، تالت يوم مش هتحس بحاجه، بس بعد شهر هتحس ان جسمك احسن، انت صح فهمتني؟ فما فيش حاجه صح اسمها 8 شهور ما حسيتش بنتيجه، هو هتلاقيه بيقارن نفسه بامبارح، انت فاهم؟ هو انت بكل بيقارن تغير نفسه اليوم كل مش يوم هتحس بيوم. بيه بالظبط. شادي، بص انا بتمرن مرتين الصبح وبالليل، بس مش على طول، لما بكون في ورايا حاجه بتنصحني امتى امشي ازاي، او الطريقه اللي امشي بيها؟ وانا عندي مشكله مع النظام الغذائي، لان في الصعيد مفيش امكانياته، بالذات في القرى. هو بيتمرن تمام مرتين الصبح وبالليل،
وبيسألك يعني عن النظام الغذائي لأن هو ساكن في الصعيد وأهلنا في الصعيد طبعا، حلو إيه يعني جدا. لو ما أكلتش قدام مامتك ممكن دي اهلي كمان. انا اصلي برضه صعيدي. بص بقى، مبدئيا اولا الاكل الصحي مش في حاجات كتير برضه، يعني خد بالك انا بتسحر فول وبتسحر بيض وعيش بلدي وكل الكلام ده، بس ما يبقاش سمعتك قبل تربية. كده الحقيقة في لقاء بتقول ان انت يعني انت الجيم مش بيخليك تحرم نفسك من حاجة، انت بالظبط، انا بعمل تاكل كل كل حاجة، الاكل بتاعي بالظبط بل بالعكس بالعكس الجيم فرصة ان انت تاكل اللي انت نفسك فيه لانك بالظبط انت كده اوريدي هتاكله وهتحرقه او هتبقى عارف ازاي تقدر توازن ما بين ده وما بين ده. بالظبط كده. والله والله اسعد، احنا طريقتنا مشكلتنا كلها في طبخ الاكل ازاي. طبخ الاكل بتاعنا بيبقى فيه مشاكل شويه، ان احنا بالذات في الصعيد هتلاقي ان هم بيستخدموا السمن والكلام ده كله. الحاجات دي لو انا قللتها شويه هتفرق معايا، بس الاكل بتاعي عادي خالص، فول بيض شوفان وبيض، الغداء بتاعي رز فراخ خضار، اكيد حاجات ملهاش دعوه لا بالصعيد ولا ليها دعوه باي حاجه، دي اي حاجه في الدنيا كلها. بالليل جبنه قريش وسلطه، تمام. بس ده الموضوع. ان هي وخد بالك الحاجات اللي بقولها لك دي البادجت بتاعتها ارخص حاجه، يعني هو ما فيش اي مشاكل خالص، ما فيش تمام. بالظبط بس ما فيش كده بلاش التاتشات بقى بتاعتنا، الزيت يعني بتلاقي طبعا ايه الاهالي في البيت، يعني مثلا اي حد في البيت، مامتك مثلا في البيت اللي هي بتعمل لك اكل تقول لك حطيت معلقه زيت واحده، بس هي مش معلقه زيت، هي المشكله بتبقى ازازه زيت، فهمتني؟ الفراخ احنا بعد ما بنسلقها بنبتدي نحمرها في زيت، كل الحاجات دي هي اللي بتعمل بالظبط. لي مشاكل. انا بس انا لو كلت الفرخه عادي بالظبط خالص. انا بقى عشان اخرج من الموضوع دوت، لان برضو اهلي الاساس بتاعهم نفس الحاجات الصعايده والكلام ده كله، فانا ابتديت اخرج شويه من الدايره. يعني مثلا لما بتيجي تعمل اكل في البيت بقول لها شيلي لي حته الفرخه بتاعتي وهي مسلوقه. انا بعمل كده مثلا الرز بقول مثلا ايه، هاخد لو لقيت فيه سمنه ما باكلش منه كتير، انت فهمتني؟ الخضار باكل منه كتير قوي بقى، خضار وسلطه طبعا زي ما احنا عايزين، انت فهمتني؟ بس دي بالنسبه للنقطه بتاعت دي حته التمرين، ان هو بيتمرن تمرينتين، هيستحسن ان هو الصبح على معده فاضيه. طبعا هو السؤال قصده مش في رمضان اكيد، لا يعني بيتكلم بشكل عام بشكل عام اصل في رمضان ما ينفعش اتمرن مرتين، صعب لا قوي لا على الجسم. والصبح كمان تمام. فاحنا بنتكلم ان الصبح لو هو في ايام عادي بيبتدي يشتغل الحاجات اللي هي البطن والكارديو، والحاجات اللي بتحسن لي النفس، الكلام ده اللي بنزل اجري، بعمل شويه تمارين بطن في البيت، انت فهمتني الكلام ده. وفي نفس الوقت باجي بالليل اعمل بقى التمرينه بتاعتي، الاوزان، انا بلعب النهارده بنج مثلا وباي، بلعب باك وتراي، بلعب رجلين لوحدها، بلعب الكتف مثلا لوحده، كل الكلام ده. بس الصبح يبقى ما ينفعش اعمل مثلا اوزان واوزان الا لو انا يعني بطل، او ان انا هدفي ان انا اعمل حاجه معينه او اخش بطوله معينه او الكلام ده. ساعتها بقى ممكن ساعتها يقسم العضله، تبقى مثلا يلعب الصبح بنج وبيجي بالليل يلعب عضله صغيره، او يلعب العكس، انت فهمتني؟ فساعتها يقدر يعمل تمرينتين احمال في نفس اليوم. تمام يا كريم. يعني بص انا حبيت يبقى اسئلتنا او نوعيه الاسئله بتاعتنا هي اسئله عامه تفيد كل اللي بيتفرج علينا، مش الشخص اللي هو يعني داخل بطوله زي ما قلنا ولا بالظبط حاجه، او بالظبط اسئلتنا عامه، انما التمارين نفسها بقى ازاي تلعب تمرينه صح، وازاي ولو بنج تلعب ايه والكلام ده كله، كل ده موجود اوريدي عندك على صفحه كريم، تقدروا بالظبط. تشوفوها وتتابعوها. والحقيقه انت من الناس اللي احنا يعني دايما بنشكرها فكره انك ربنا يخليك. بتستخسر النصيحة في الناس، بالعكس انت بالظبط كل يوم وفي زيك طبعا ناس كتيرة، يعني محمود وكذا حد وعلي وكل ناس كتيرة جدا من الناس اللي احنا يعني بنعزهم ما بالظبط بيستخسروش، بقى بالعكس بينزلوا كل يوم فيديوهات بالظبط تاكل ايه في رمضان وتعمل ايه والتمارين وغيرها، فده موجود برضو عند صفحة كريم تتابعوها. سؤالي بس الاخير ليك يعني في اطار ان احنا كلنا بنحاول نحافظ على مناعتنا الفترة دي طبعا عشان خاطر الكورونا، ازاي الناس او ايه الوجبات او ايه النصائح السريعة اللي تقدر تقولها للناس عشان يحافظوا على مناعتهم تمام. او المناعة يزودوا بص منها؟ من الحاجات الأساسية قوي في الفترة بتاعت الكورونا دي، وابتدي أخد بالي منها حتى لو أنا تعبت قبل كده بيبقى عندي مضاعفات منها كتير. فحتة إن أنا الحاجات اللي باخد مني بالي منها، الحاجات الأكلات اللي فيها فيتامين سي، أو أنا لو حسيت إن في فيتامينز عندي ضعيفة شوية أو نازلة شوية، ده طبعا عن طريق التحاليل، إن أنا بروح لأخصائي بعمل تحاليل تشيك كل شوية
على جسمي بالفيتامينز بي اي والكلام ده كله، ببتدي اكمل الحاجات دي، لان النقطه دي مهمه قوي، ان في ناس ما بتتابعش الفيتامينز بعد كده تلاقي مثلا الدي واقع، تلاقي الفيتامين بي عنده قليل، تلاقي السي واقع، فساعتها المناعه بتبقى قليله جدا وجسمك ما بيقدرش يكمل، يعني بتيجي مثلا ما بيقدرش يقاوم اي مرض. مع ان انت بتخش تتمرن انت بتكسر الفيتامينز كمان، تمام؟ فانت بتبهدل الدنيا خالص. فلا، حاول تبقى جسمك متكامل، بتاكل اكل. لو انا ما باكلش نوعيات اكل معينه، لازم ابتدي اشوف نوعيات الاكل دي فيها فيتامينز كانت ممكن تفيدني. لو انا ايه ببتدي اشوف البديل بتاعها ايه، انت فهمتني؟ عشان ابتدي اعوض الدنيا. لو انا بقى ببعد مثلا عن الحديد، ببعد عن الكلام ده كله، ومش عايز اللي باخد الفيتامين دي حاسس ان انا ما بحبش الاكلات دي، ببتدي اخد السبلمنت بتاعتي، باكل مكمل غذائي فيه الفيتامين الناقص. طبعا ده كله بعد ما بستشير الطبيب بتاعي. عظيم. يعني يا كريم، بالظبط حاولنا نفيد او يعني نقول شويه حاجات نظن ان بالظبط. هي في برضه مفاجأة مفيده. كنت عاملها السنة دي في رمضان، إن أنا حاطط لينك عندي، اللينك ده بيبقى فيه تمارين للبنات وتمارين للولاد، بيخش يحملها على طول في فترة رمضان. أي حد حاسس إن هو تايه في حتة التمرين هيبتدي يخش ياخد التمارين، وبالكلمة بيحط على أي صفحة بيطلع له الفيديو بتاعها. الموضوع بسيط جدا، ويا ريت نقدر نوصل لعدد كتير إن هو يهتم بصحته في الفترة دي بالذات، لأن في ناس بسبب حتة الصيام دي وإن هو بيبقى متلخبط ما بيلعبش، فده بتوقعه، بتخليه يجي عقبال ما يجي بعد رمضان يبتدي الموضوع صعب جدا. لا، حاول تنزل الجيم، تتمرن تمرينة خفيفة، تعمل أي حاجة. لو أنت أوريدي حاسس أو قلقان أو أي حاجة، خش في الحاجات. الرياضة مش تمرين جيم بس، حاجات كتير، يعني كل حاجة ممكن تعملها حاجة صغيرة في حياتك تساعدك وتخلي الجوينت بتاعتك العضلات بتاعتك قوية، فساعتها ما يحصلكش أي مشاكل. طبعا. يعني بشكرك كريم، شكرا جزيلا، أنا بشكر كل المبسوط الناس جدا بجد. اللي تابعت، ويعني وبشكر الناس اللي تابعت اللايف، ونتمنى ان احنا نكون جاوبنا على الاسئله او بعض الاسئله بتاعتهم، واللي عنده سؤال يقدر يبعتها لكريم، وكريم بالظبط. بيوعدنا او يوعدكم دلوقتي ان هو هيرد عليكم. طبعا. وان شاء الله تشرفنا في لايف تاني إن شاء الله بإذن قريب، الله. وبعد رمضان حتى، عشان نتكلم بقى عن التمارين لا، أنا شرف ليا بعد بجد إن رمضان. أنا معاك، وإن شاء الله أي وقت يلا بينا نتكلم في أي حاجة أنت محتاجها. ان شاء الله حتى اللي كتب، يعني في حد كتب انا زهقت من الكراغي كتير، يعني لو زهقت من والله التمارين والله هقول لك، هو مشكلة يعني إن أنا انا لو بحب مكانك الحتة دي هقول قوي حاجه فبفضل شغاله. أتكلم. ايوه، لا بالعكس بالعكس بالعكس، يعني بالعكس كل الناس، يعني حد كتب كده ففي ناس كتير دخلت عليه، طب ما تطلع، يعني انت لو زهقت ايوه. من الكلام في الجيم اطلع يا حبيبي، روح تسمع على حاجه، اتفرج على حاجه فانا تريحك عايز اقول لك يعني. فعلا بالظبط، لما بقابل حد مثلا في الشارع ولا حاجه بيبقى عايز يسالني على حاجات الجيم، ببقى فرحان، بندمج قوي في الموضوع. يعني ممكن لو ايوه انا رايح طبعا، مشوار ايوه ولا طبعا حاجه طبعا اتاخر عادي، بس احب طبعا. الحته دي. فعلى قد فانا ما بنقدر ان شاء الله نبقى نساعد كميه عدد كبير من الناس اللي هي عايزه تروح الجيم. وبرده زي ما انت قلت، اي اسئله ابعتوها لي، واي حاجه يعني اي سؤال ما اجاوبتش عليه، انا احاول، قصدي سوري، اجاوب كل الاسئله على البيج، بحيث ان لو في اسئله اتكررت تبقى ظاهره على طول. بالظبط، وطبعا اللايف ده نفسه كل المعلومات اللي فيه هو هيتسايب على صفحه اليوم السابع، تمام وعندك موجود اي تمام حد عايز يرجع له. اعتقد هو غطى معظم الاسئله اللي بتدور في ذهن بالظبط. الناس العامه، يعني الناس العاديه اللي عايزه تروح تتمرن، عايزه تروح تظبط جسمها، عايزه تحافظ على وزنها، عايزه تحافظ على الاكلات او غيرها. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، وان شاء الله اشوفك على خير ومشرفنا إن دايما. شاء الله بإذن الله. ان شاء شكرا الله. يا أخي. شكرا ليك، شكرا ليك كابتن كريم. رمضان باي كريم. باي. مع السلامة. الله أكبر، مع السلامة. شكرا لكابتن كريم، وشكرا لكل متابعي اليوم السابع. يعني كنا نتمنى انه يكون اللايف اضاف لناس، اكيد في ناس كتيره مهتمه ان هي تسمع حاجات لها علاقه بالتمارين والرياضه وكده. روحوا اتمرنوا وانبسطوا، واعملوا زي انا بتمرن، على فكره مش باين عليا قوي، بس انا يعني بروح اتمرن عشان احافظ شويه على صحتي وعلى جسمي وعشان انبسط يعني. فاتمنى نكون اللايف ده يكون اضاف لبعض منكم، ويكون يعني في شويه معلومات مفيده ليكم، وهيكون موجود طبعا على صفحه اليوم السابع. شكرا لكم.